شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت في 137 سفارة بالخارج. وأكد سفراء مصر في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالهيئة الوطنية على انتظام التصويت في الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم. من جانبه شدد المستشار أحمد بن داري على أنه في حال ظهور أي مشكلة فنية بشأن بطاقة الرقم القومي للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية. تواصل سفارة مصر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا فتح أبوابها أمام أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية في ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، والذي بدأ في 9 صباحا بالتوقيت المحلي. هذا وقد شهدت عمليات التصويت إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجاليات المصرية في إندونيسيا. تتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بدولة الجزائر، وذلك لليوم الثالث والأخير. وفتحت سفارة مصر بالجزائر أبوابها في تمام 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. وقام سفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بمواصلة تقديم كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصوات في آخر يوم من العملية الانتخابية. وكان اليومان الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية بالجزائر شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع. توافد المصريون المقيمون في قطر على السفارة المصرية للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدأت السفارة المصرية استقبال المصريين للإدلاء بأصوات في ثالث الأيام وفقا للتوقيت المحلي في قطر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويستمر تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث، والتي تنتهي اليوم بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في أبوظبي بالإمارات على اللجان للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج. وحرصت عائلات الجالية المصرية في أبوظبي على اصطحاب أطفالهم أثناء التصويت، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. توافد عدد من المصريين المقيمين في دولة لبنان للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية هناك باستقبال المصريين للإدلاء بأصوات في اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي للبنان، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد في 9 صباحا وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. تواصل اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثالث من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين. وكان اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا كبيرا، وأعرب المصوتون من أبناء الجاليات المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.